السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزء رقم 21 من الفصل الثامن بنتكلم على الميلابول كاست وده نوع تاني من انواع الايه الكاست ايرن الميلابول في الحقيقه ار كلاس اوف كاست ايرن وذ ميكانيكال سترينث بروبرتيز ذات ار انترميديت

or flexed into Position without Cracking. في الحقيقه الميكروستراكشر بتاع الميلابل كاست آين زي ما احنا شايفين بيؤهله ان هو يكون عنده القدره على Puffness والماشينability يعني لما تكون هذه الابلكيشن مطلوبه. حتى ان هو عنده استعداد ان هو يحصل له انسناء بدون ما يحصل له اي نوع من انواع الكراكس. Meliable cast آين is produced by heat treating white cast iron. بينتج الايرن الميلابل كاست انا بالحقيقه بالمعالجه الحراريه اللي بنعملها للكاست ايرن ايرن كاربايد دي كومبوز ان تو ايرن اند كاربون اند سيرتين كونديشن اندر سيرتين كونديشن احنا قلنا ان الكربون في الوايت كاست ايرن عباره عن كاربون كاربايتس عباره عن كاربايدز لكن هنا بعمل له معالجه حراريه عشان يتفكك ويديني ايرن ويديني كربون تحت ظروف معينه. This decomposition reaction is فيبريت باي هاي temperature. وبيحصل هذا التفكك عن درجه حراره عاليه وسلو كولينج تبريد بطيء ومعدل تبريد بطيء سلو كولينج ريتس اند هاي كاربون اند سيليكون كونتينتس وفي وجود نسبه عاليه من الكربون والسيليكون ات روم تمبريتشر ذا مايكرو ستراكشر فور كونسيستس اوف تمبر كاربون نودلز ان افرايت ماتريكس يعني بيعمل عندي ده كل ده يعتبر ده في فرايت واعتبر عندي اللي هو الكربون قلنا بيحصل له ايه نيو دولار نيو بي يعني تقريبا شبه مكور تقريبا فعندي ايه؟ عند الروم تمبريتشر تمام؟ طيب فيه في ماتريك جنرالي نون از فريتك ميلابول كاست عين وده بيسمى فريتك ميلابول كاست زي ما احنا شايفين في الصوره كده. طيب وده ريزلتنج ان امبروف دكتيليتي وده بيحسن الدكتيليتي في الحقيقه والجرافايت نودلز also serve to lubricant cutting tools which accounts for very high machinability and millable of millable cast iron يعني الميلابل كاست ايرن ده نظرا لوجود الجرافيت على شكل نيدولاريتي زي ما احنا شايفين ده بيحسن machinability وبالتالي بيعمل كانه لوبريكانت اثناء عمليه القطع وبالتالي بيحسن الايه الماشينابيليتي فريتك ميلبل كاست ايرن has been widely used for automotive. بيستخدم في الحقيقة في ال automotive، في الأجريكالتشر، في الأدوات الزراعية، وفي الـ Roll road Roads Equipment، وفي المعدات الطرق، وفي الـ Expansion uh, Joints، وفي الـ Railway Casting، وفي الـ Bridges، في الكباري، وفي الـ Chain Hosted Assembles، وفي الـ Industry Castings، وفي الـ Pipe uh, Fittings.